الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في العيد اللي فات عيد الفطر أعلنت المملكة هنا العيد، بينما في دول أخرى أعلنوا أن يوم العيد بعد المملكة بيوم. فبعض الناس في تلك الدول تعمد المخالفة الفطر مع السعودية وقالوا هي قبلة المسلمين، رغم أنه هناك هيئات علمائية أعلنت أنه العيد بعد المملكة بيوم. فما موقف هؤلاء وما حكمهم في الشرع؟ أحسن جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب على هذا السؤال في شقين، شق يتعلق بالعلم وشق يتعلق بفقه العلم كما ذكرته لكم قبل الصلاة. أما الشق الذي يتعلق بالعلم شيخ حسن، أما الشق الذي يتعلق بالعلم فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، فيما إذا رأى قطر من أقطار المسلمين هلال رمضان فهل يلزم بقية الأقطار الإسلامية الصيام، أم أن لكل قطر رؤيته الخاصة؟ هذا فيه قولان رئيسيان لأهل العلم رحمهم الله، والقول الأقرب عندي أن لكل أهل بلد رؤيتهم الخاصة، فإن المطالع أي مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة كما حكاه أبو العباس بن تيمية رحمه الله. فإذا رؤي الهلال في بلد فإنما يلزم أهل هذا القطر أن يصوموهم، ولكن إذا لم يرى في القطر الآخر أو البلاد أو الناحية الأخرى من بلاد المسلمين فإن لهم رؤيتهم الخاصة، فلكل بلد رؤيتهم. هذا هو القول الصحيح واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قلت وما برهانك على ترجيح هذا القول، أقول البرهان على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث كريب قال أرسلتني أم الفضل بنت الحارث إلى معاوية رضي الله تعالى عنه بالشام في حاجة لها، قال فقضيت حاجتها واستهل علي الهلال وأنا بالشام، فرآه معاوية ورآه الناس وصاموا، ووافق طبعا رؤيتهم أنها كانت ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس ليلة الجمعة. قال فلما قضيت حاجتها رجعت في آخر الشهر إلى المدينة، فسألني ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة، هذا في الشام. قال وأما نحن فإنما رأيناه ليلة السبت، يعني بعدهم بيوم. فقال له كريب أولا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى الهلال، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم المتقرر في قواعد التحديث أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أو سنة أبي القاسم فإن لقوله حكم الرفع. فهذا الدليل يدل على أن لكل أهل محلة ولأهل كل بلاد أو قطر رؤيتهم الخاصة، فإذا رآه أهل المملكة فإن الواجب عليهم أن يصوم، وإذا تأخرت رؤيته في الشام فإنهم يصوموا حيثما رأوه. فإذا انشق السؤال الأول أنه لا إنكار في اختلاف المطالع ولا إنكار في تأخر بعض البلاد عن بعض في صيامها بسبب اختلاف مطالع الهلال ورؤيتهم للهلال. وأما قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإنه قول مجمل يفسره حديث كريب، ومن المتقرر في قواعد الأصوليين أن المجمل يبنى على المبين. فإذا هذه الأحاديث فيها إجمال وفيها تبيين، واختار هذا القول كما ذكرته لك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. هذا شق السؤال الأول وأجبنا عنه بمقتضى العلم، لكن شق السؤال الثاني لا شأن له بالعلم وإنما له شأن بفقه العلم، وهي أن الإنسان لا ينبغي أن يظهر المخالفة في بلاد المسلمين ولا ينبغي أن يكون له عنوان مستقل عن سائر أفراد المسلمين في هذه البلاد، لا سيما إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية يسوغ فيها الأخذ والرد وليست هي من مسائل الإجماع ولا من مسائل الخلاف وإنما هي من مسائل الاجتهاد. فلا ينبغي أن يظهر الإنسان بمظهر المخالف وبمظهر المفرق لكلمة المسلمين وبمظهر الذي يدعو إلى شق العصا وبعثرة وحدة الصف بتعصبه في رأي مبناه على الاجتهاد. فكان من الحكمة ومن الحصافة والعقل أن يتنازل هؤلاء عن آرائهم وأن يوافقوا أهل بلادهم في صيامهم ولو تأخر يوم لتأخر الرؤية. فلا ينبغي لأهل السودان مثلا أن يعملوا برؤية المملكة
وإنما يعملون برؤية السودان. ولا ينبغي لأهل الشام أن يوافقوا المملكة في ابتداء صوم رمضان أو في انتهائه إذا كانت رؤية بلادهم تختلف، فهذا من الحكمة. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن من السنة ترك السنة لمصلحة التأليف، فبقاء الأسرة الإسلامية متفقة ومتآلفة ومتوادة ومتحابة. وكلما أبعد الإنسان عن دائرة الخصومة ونشر أسباب النزاع كلما كان ذلك أدعى لتحقيق المقصود الشرعي. فهؤلاء وإن أصابوا في بعض الجزئيات، لأنهم مثلا عملوا باجتهادهم، لكنهم أخطأوا في قضية فقه العلم. وهذه قاعدة عظيمة، وهي يعني أننا نجد كثيرا من الطلاب يخلط بين مقتضى العلم ومقتضى فقه العلم. فقد يقتضي فقه العلم أن تترك مقتضى العلم، فحينئذ تركك لمقتضى العلم مراعاة لفقهه لا يعتبر مخالفة للدين، ولا يعتبر مخالفة لشيء من الدليل، ولا يعتبر من كتم العلم الذي يجب إخراجه. أضرب لكم جملا من الأدلة التي تدل على أن ما يقتضيه فقه العلم حاكم على ما يقتضيه العلم. في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ بن جبل، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إلى هنا انتهت فقرة العلم. لكن انظر فقه العلم، قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ أو قال: فلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكئوا. لما يا رسول الله لا أبشرهم؟ أهو خطأ في العلم؟ الجواب: لا، العلم صحيح. ألعدم أهميته؟ الجواب: لا، هو مهم، ولكن لما اقتضى فقه العلم ترك التعليم أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن لا يبشر الناس وأن لا يخبرهم بذلك. فأي شيء يقتضيه فقه العلم فإنه يعتبر حاكما على العلم. فليس من الحكمة ولا من الحصافة أن تغلب أمورك الاجتهادية في واقع المسلمين إذا كانت الوجهة العامة والقول السائد على خلاف اجتهادك. فمن الحكمة أن تترك اجتهادك لإظهار الموافقة، فالله عز وجل يحب من المسلمين أن تتفق قلوبهم وأعمالهم وتصرفاتهم، وأن يبعدوا فيما بينهم مظاهر الخصومة ومظاهر النزاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذا أن يبلغ هذا النوع من العلم، لأن مقتضى فقه العلم يقتضي ذلك. ومثال آخر: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المنافقين الذين أوحى الله عز وجل لهم بأعيانهم، أوحى الله أسماءهم له وأعيانهم له؟ الجواب: لا. لما؟ مخافة أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فكان يتركهم مع وجود المفسدة في تركهم واختلاطهم بالمسلمين. فتصفية صف المسلمين من أهل النفاق هذا مطلب يقتضيه العلم، لكن لما كان فقه العلم يقتضي تركهم تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأي شيء يقتضيه فقه العلم فينبغي للإنسان أن يجعله حاكما على العلم. وأضرب لكم أيضا دليلا ثالثا: في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم، ولجعلت له بابين، بابا يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. هذه الصفة لم يحبها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمحبة الله له، فهو لا يحب إلا ما يحبه الله تبارك وتعالى. فإذن الله عز وجل يحب أن جبن البيت بهذه الصفة، ويحب عز وجل بمحبته الشرعية وإرادته الشرعية أن يبنى البيت بهذه الصفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك. لكن لماذا ترك تطبيق هذا العلم؟ لقوله: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلي. إذن فقه العلم يقتضي أن لا يتعرض للكعبة التي إذا رأى حديث العهد بالجاهلية أن معاول الهدم صارت تهدمها حتى تبنى بناء جديدا، ربما يكون ذلك سببا من أسباب التشكيك في الدين أو الطعن في الدين. فترك النبي صلى الله عليه وسلم العلم لمقتضى فقه العلم. فإذا جوابك شقه الأول يتعلق بالعلم، وبينت لك القول الراجح فيه. لكن حتى وإن كان هذا هو القول الراجح عندي، فإنني إذا جئت في بلاد تأخر صيامهم عن قبلة المسلمين عن المملكة
بيوم أو تقدم صيامهم بيوم، فحينئذ فقه العلم يقتضي مني ألا أخالف من أنا بين ظهرانيهم في مسألة اجتهادية من باب ماذا؟ جمع الكلمة واتفاقها ووحدة الصف وإزالة جميع أسباب مظاهر الاختلاف والخصومات. فهؤلاء الذين تقدموا بيوم، هل صاموا يوم يصوم الناس؟ الجواب لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. ثم هل إذا استكملوا 30 يوما سيفطرون والناس سيصبحون على يوم آخر من الصيام زائد؟ هل هذا الذي يريده الله في تشريع هذه الشرائع؟ الجواب لا. فهؤلاء وإن أصابوا في العلم لكنهم أخطأوا في تطبيقه بناء على مقتضى فقه العلم. فإذا موجب العلم ما ذكرته لك، وموجب فقه العلم في الشق الثاني ما ذكرته لك، والله أعلم. بل وزيادة على هذا وفقكم الله، إذا كان الإنسان يرى مشروعية وضع اليدين على بعضهما في القيام في الصلاة، لكن صلى بقوم لا يرون ذلك، فمن السنة له والأفضل له أن يرسل يديه موافقة له من باب إظهار المؤالفة، ومن باب مصلحة التأليف التي هي من أعظم المصالح على الإطلاق. مصلحة التأليف هذه مقصودة من مقاصد الشريعة الضرورية التي لا بد لطالب العلم والشيخ أن يراعيها في حال فتاواه أو في حال تصرفاته وأعماله. لو أنك مثلا صليت بقوم وأنت لا ترى الجهر بالبسملة عند الفاتحة، لكنك صليت بقوم شافعية يرون أنها من جملة آيات الفاتحة مثلا، فليس من الحكمة ولا من الشرع ولا من الحصافة والعقل ولا من فقه العلم أن لا تجهر بذلك. فإنك إن لم تجهر فربما عدم جهرك يسبب من الخلاف والخصومة والنزاع وتأليب القلوب وبغضك وعدم قبول نصحك وكلامك وتوجيهك وتعليمك ما الله به عليم. فمن السنة ترك السنة لمصلحة التأليف مستمدة من التفريق بين العلم وفقه العلم. فإذا ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال. ومن الحكمة السكوت عن بعض العلم الصحيح إذا كان في السكوت عنه في بعض الأزمنة أو الأمكنة أو الأحوال والنوازل مصلحة، والله أعلم. شيخنا الفاضل عفى الله عنكم ونفع الله بكم، مما هو متقرر عند العلماء في موالاة المشركين، يقولون الموالاة مطلقا يعني من نواقض الإسلام، ثم إنه أتى تفريق عند المعاصرين، يقولون إذا كان يواليهم محبة لدينهم فإنه يكفر، أما إذا كان يواليهم يرى من ذلك منصبا دنيويا أو مالا أو جاها عندهم فإنه لا يكفر، فما دليل التفريق وما الصحيح؟ أجزل الله لكم المثوبة والأجر. الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، وأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. فإذا أردنا أن نخرج من المسألة بتصور كامل فلا يجوز لنا أن نطرقها من أحد شقيها ونترك الشق الآخر، فإن هذا الحول الفكري يوجب النتائج الفاسدة. ومن ذلك مسألة الموالاة، ولكن لا بد أن نعرف جزئية يسيرة حتى إذا بينت الراجح فيها مقرونا بأدلته وقواعده يكون الجواب مقنعا إن شاء الله. وهي أن أغلب علوم السلف عدم التفصيل. لماذا؟ لأنهم يتكلمون مع أناس هم علماء أو طلبة علم وهم عارفون بالأدلة ومواردها وتقسيماتها وتفاصيلها، فربما يخرج السلف كثيرا من المعلومات مطلقة غير مقيدة أو عامة غير مخصصة أو مجملة غير مبينة، لأن من أمامهم يعرفون هذه التفاصيل ويعرفون هذه الأقسام والأنواع. لكننا في زمان الآن لم يعد الإجمال نافعا فيه، ولم يعد التعميم جالبا للمصلحة فيه، ولذلك تجد مثلا في نواقض الإسلام للشيخ محمد رحمه الله بعض المجملات في النواقض هو أجملها لأنه ألفها لطلاب يعرفون هذه التفاصيل وسمعوها منه عدة مرات، وإنما أرادوا منه أن يجمل لهم هذه النواقض ليتذكروها ويحفظوها.
وإلا فكثير من هذه النواقض أو بعض هذه النواقض حتى أكون منصفا ليست بناقض على وجه العموم، وإنما ناقض في بعض صورها دون البعض الآخر، كالحكم بغير ما أنزل الله، ومن جملة ذلك الإعراض عن دين الله، ومن جملة ذلك الموالاة للكفار، فهذه ليست بناقضة في كل صورها وتفاصيلها، وإنما هي ناقضة في بعض أجزائها دون بعض. والمتقرر في قواعد أهل السنة في هذا الصدد أن كل ناقض لا يعتبر ناقضا في كل تفاصيله فلا يجوز إطلاق النقض به، لأنك أمام أناس خفيت عن عقولهم تلك التفاصيل، فربما يسمعون منك الإجمال ويظنونه ناقضا في كل صوره فيكفرون من لا يستحق التكفير، ويخرجون من دائرة الإسلام من لا يستحق الإخراج. فكان من العقل والحكمة والحصافة لمن يتكلم في مثل هذه المسائل لا يسير في تقريرها مسيرة الأولين في الإجمال أو العموم أو الإطلاق، بل لا بد أن يفصل ولا بد أن يبين الجزئية أو الصورة التي تعتبر ناقضة والصورة التي لا تعتبر ناقضة. هذا بيان لا بد منه حتى نضع النقاط على الحروف. ومن جملة ذلك الإعراض عن دين الله مثلا، فليس كل من أعرض عن شيء من الدين علما وعملا يعتبر إعراضه ناقضا، لأننا نفرق بين ما كان من قبيل الإعراض المطلق عن الدين جملة وتفصيلا فلا يعمل بشيء منه ولا يتعلمه فهذا هو الإعراض الذي يوجب انتقال الإسلام من دائرة الإسلام إلى يوجب انتقال المسلم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. وأما مطلق الإعراض أي الإعراض عن جزئية دون جزئية فهذا يعتبر من جملة الكبائر ويعتبر من جملة الخطايا والمعاصي، ولكنه لا يوجب انتقال الإنسان من دائرة إلى دائرة. ومن جملة ذلك أيضا الموالاة، فإن الأدلة دلت على أن بعض أجزائها يعتبر ناقلا وناقضا، بينما دلت أدلة أخرى على أن بعض أجزائها لا يعتبر ناقلا وإنما هو في دائرة الكبائر فقط. هذا من باب الإجمال والتفصيل كما يلي: اعلم أن الموالاة التي يتكلم الناس عنها لا تخرج عن أربعة أقسام: موالاة ناقضة، وموالاة منقصة، وموالاة سائغة، وموالاة ليست في حقيقتها بموالاة. أما الموالاة الناقضة فهي تلك الموالاة التي اجتمع عليها الظاهر والباطن، وهي التي يسميها العلماء التولي، ويسميها بعضهم بالموالاة المطلقة، وهي تلك الموالاة التي اجتمع عليها موالاة الباطن وموالاة الظاهر. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وانتبه لكلمة لقوله عز وجل من دوني، هذا دليل على أنه لم يبق في قلبه شيء من موالاة المسلمين مطلقا، وإنما انتزع من قلبه موالاة المؤمنين وأحل محلها موالاة الكفار، إذ لو كان في قلبه شعبة من شعب موالاة المؤمنين لقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مع المؤمنين، لكنه لم يقل مع، فليست موالاة الكفار بمعية موالاة المسلمين، لا، وإنما قال من دون، دليل على أنه لم يبق في قلبه شيء من موالاة المسلمين مطلقا، وإنما لا يوجد في قلبه وباطنه إلا موالاة الكفار. فمن كانت موالاته للكفار هي الموالاة الظاهرة والباطنة، فإن هذه الموالاة هي التي ينص أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا على أنها ناقضة. فإذا رأيت أحد السلف ينص على أن من جملة النواقض الموالاة ويجمل قوله من غير تفصيل، فاعلم أنه جرى على تعليم السلف أنه يعلم أناسا يعرفون الجزئية التي يريدها ويفقهون هذا التفصيل. فأدلة الموالاة التي دلت على انتقال المسلم بها من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر إنما هي تلك الموالاة التي اجتمع عليها تولي الباطن وتولي الظاهر.
وأما النوع الثاني فهي الموالاة المنقصة، وهي موالاة تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وهي موالاة الظاهر لرغبة أو لرهبة دون موالاة الباطن، فهو في باطنه يلعنهم ويلعن كفرهم ويتبرأ من شركهم وكفرهم، لكن يحمله بعض الشهوات إما لتحصيل أمر مرغوب أو للنجاة من أمر مرهوب تحمله على موافقتهم في الظاهر. فموالاته لهم موالاة ظاهرية لا باطنية فقط، عفوا موالاة ظاهرية فقط لا موالاة باطنية. فهذه الموالاة دلت الأدلة على أنها تعتبر من كبائر الذنوب وأنها محرمة بإجماع العلماء ولا تجوز، لا يجوز للإنسان أن يوالي الكفار ولو بمجرد موالاة الظاهر لأمر يحصله أو شيء من الشهوات أو الملذات يريده، هذا محرم. لكن مع القول بتحريمها وأنها كبيرة إلا أنها لا تخرج العبد عن دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا العدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، الآية بتمامها. فقد أجمع العلماء من المفسرين وغيرهم على أن هذه الآية نزلت في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب ذلك الكتاب الذي يخبر قريشا بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. والله عز وجل سمى فعله هذا بموالاة وبمودة، فلا يأتينا متفذلك يقول إنما فعله حاطب لا يعتبر موالاة، لكنها لا تعتبر الموالاة المطلقة ولا توليا قلبيا، وإنما تعتبر موالاة جزئية وتول ظاهري أو موالاة ظاهرية فقط. انتبهوا لما أقول وفقكم الله. جاء الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله حاطب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المقداد وغيره من الصحابة وأخبرهم بأنهم يجدون امرأة في روضة خاخ وأن معها كتاب من حاطب، فأتوا بهذا الكتاب. فجاءوا بهذا الكتاب. الشاهد الآن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب؟ دعاه فقال: ما هذا يا حاطب؟ فبين حاطب أن سبب فعله هذا ليس استبدالا للكفر بعد إسلام، وإنما يريد به أن يجعل له عند كفار قريش يدا يحفظ بها ماله وأهله، لأن كل الصحابة غالبا عندهم يد تمنع أموالهم أو تحفظ أموالهم وما بقي في مكة من أولادهم. فأراد حاطب بهذا تحصيل هذا الأمر، لكن يخبر بما استقر في قلبه أنها ليست موالاة باطنية وإنما هي موالاة في شيء من الظاهر ليحصل بها شيئا من متاع الدنيا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه قد صدق طبعا بالوحي. عمر رضي الله عنه ماذا قال له؟ قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فقال: يا عمر وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وجه الاستدلال على أن هذه الموالاة التي صدرت من حاطب ليست موالاة كفر من عدة أوجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فاستفسره عن حقيقة فعله هذا، فلو أن كل جزئية من موالاة المسلمين للكفار كانت ناقضة لما كان لهذا الاستفسار داع ولا أمر حاطب بالعودة إلى الإسلام مباشرة. فلما استفسر النبي صلى الله عليه وسلم منه عن هذا الفعل وحقيقته إنما استفسر لأن الحكم يختلف باختلاف الإجابة، فلو أنه قال استبدالا للكفر بعد الإسلام لكان الحكم يختلف عن الحكم فيما لو قال إنما هي موالاة في الظاهر دون الباطن يا رسول الله. فإذا أول وجه الاستشهاد به استفسار النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة هذا الفعل، فلو كانت الموالاة بكل تفاصيلها وجزئياتها ناقضة لما كان لهذا الاستفسار أي داعي. ويؤكد هذا الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر بأن ما فعله حاطب يحتاج إلى تكفير، وأن كفارته شهوده، وأن كفارته كانت شهود بدر. فلو كانت الموالاة كفرا بكل أجزائها فلا والله لا يكفرها شهود بدر ولو شهدها ألف مرة. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم موالاة كفارة موالاة حاطب التي فعلها والتي سماها الله أولياء ومودة، لما جعل كفارتها شهودها شهوده بدرا
هذا دلنا على أنها ليست الموالاة التي تنقض الإسلام وتخرج العبد من الدين. طيب ما الذي جعل موالاة حاطب لا تخرجه عن الإسلام؟ ما الذي جعلها موالاة لا تخرجه؟ بيانه هو بأنها إنما موالاة في الظاهر لتحصيل رغب أو نجاة من كرب أو رهب، وأما في الباطن فإنه بريء منهم وبريء من كفرهم وبريء من وثنيتهم. فإذا لو كانت كفرا لما كان شهود بدر كفارة لها مطلقا، بل لا بد أن يجدد إسلامه ولا بد أن يجدد دينه. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب فقد صدق، هذا دليل على أن الحكم يختلف في قضية الموالاة بين الباطن والظاهر. فإذا قوله لقد صدق يعني صدق في أن باطنه إيش؟ بريء من الشرك وأهله، صدق في تزكية باطنه، لكنها موالاة حمله عليها رغب أو رهب. فلو جمعت بين هذه الأدلة، الأدلة التي تدل على أن الموالاة ناقضة، وبين هذا الدليل الدال على أن الموالاة ليست بناقضة، تبين لك أن الموالاة الناقضة إنما هي موالاة الباطن والظاهر، وأن الموالاة التي ليست بناقضة هي موالاة الظاهر دون الباطن. وأما القسمان الآخران فذكروني بهما، لأنني أريد أن أنبه على تنبيه في هذين الأمرين ليزداد اقتناعكم بالجواب إن شاء الله. وهي أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة وفقكم الله أن ما كان كفرا ذاتيا فلا يفرق فيه بين قليله وكثيره، أن ما كان كفرا ذاتيا لا يفرق فيه بين قليله وكثيره، فما كان كثيره كفر فإن قليله يعتبر كفرا كذلك. لو أن إنسانا سجد للصنم سنة كاملة أو يوما كاملا أو نقول ساعة كاملة يعتبر كافرا. طب لو أنه لم يسجد له إلا ثانية واحدة يعتبر كفرا؟ لما؟ لأن السجود للصنم من الكفر الذاتي. فإذا ما كان كفرا ذاتيا فإنه لا يفرق بين قليله وكثيره. تبعوا معي بارك الله فيكم لأنها جزئية مهمة جدا. أعيدها ولا واضحة؟ طيب لو أن الإنسان دعا غير الله عز وجل في رزقه، دعا وليا من أولياء الله، دعا ساعة وهو يدعو هذا الولي من غير الله عز وجل يعتبر كافرا؟ الجواب نعم. طب لو أنه دعا هذا الولي في جزئية يسيرة من الزمان وفي دعوة واحدة فقط يعتبر كافرا؟ نعم. فإذا الذنوب عندنا تنقسم إلى قسمين، ذنوب هي كفر باعتبار ذاتها، وذنوب ليست كفرا باعتبار ذاتها. انتبهوا، تنقسم الذنوب عندنا إلى قسمين، ذنوب هي كفر باعتبار ذاتها، وذنوب لا تعتبر كفرا باعتبار ذاتها. فما كان كفرا باعتبار ذاته فلا يفرق فيه بين قليل وكثير ولا يشترط فيه الاستحلال. هذه من خصائص الذنوب التي هي كفر في ذاتها. خصائصها أمران: أننا لا نفرق بين كثيرها وقليلها، فقليلها كفر وكثيرها كفر. والثاني أننا لا نشترط في التكفير بها الاستحلال. فمن سجد للصنم أو دعا غير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فإنه يعتبر كافرا بغض النظر عن كونه دعا كثيرا أو دعا قليلا، وبغض النظر عن كونه استحل أو لم يستحل. وأما القسم الثاني فهو الذنوب التي ليست كفرا في ذاتها كالزنا والسرقة وشرب الخمر. هذه انتبه، هذه لا يجوز أن نخرج العبد عن دائرة الإسلام بمقارفتها إلا إذا استحلها. فإذا لا تكفير لصاحب الكبيرة إلا بالاستحلال. فإذا قيل لك هل أهل السنة يشترطون الاستحلال في التكفير؟ فقل أما فيما كفره كفر ذات فلا يشترطون فيه الاستحلال خلافا للمرجئة، وأما ما ليس كفرا ذاتيا فلا يكفرون به إلا بالاستحلال خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة. الموالاة الآن نضعها في القسم الأول أو في القسم الثاني؟ هل نضع الموالاة في الكفر الذاتي
الذي لا يفرق فيه بين باطن وظاهر ولا يفرق فيه بين قليل وكثير، أم نجعلها على حسب دراستنا للأدلة من الكبائر التي لا يكفر صاحبها إلا بالاستحلال القلبي؟ إن جعلناها من القسم الأول أي من قبيل الكفر الذاتي، فحينئذ كل من والى الكفار في جزء من الجزئيات فإنه يعتبر كافرا بغض النظر عن كون موالاته باطنية أو ظاهرية. وهل هذا يقوله أحد؟ الجواب لا، هذا لا يقوله أحد. فإذا هذا يبين لنا أن الموالاة ليست من قبيل الذنوب التي هي كفر ذاتي، وإنما هي من قبيل الذنوب التي ليست كفرا ذاتيا، أي هي من جملة الكبائر. فحينئذ ننظر الصفة التي تخرجها من هذا إلى القسم الأول وهي الاستحلال القلبي، فقلنا إن الموالاة التي هي كفر هي ما اجتمع عليه موالاة الظاهر وموالاة الباطن. لما اشترطنا للتكفير بالموالاة كفر الباطن؟ لما اشترطنا؟ لأنها من جملة الذنوب والكبائر، ولا يكفر أهل السنة بالذنوب والكبائر إلا إذا استحلها العبد. فمن الأمور التي تعرفك اشتراط الاستحلال من عدمه هو تصنيف هذا الذنب، أهو من صنف ما هو كفر ذاتي فلا أفرق بين قليله وكثيره ولا أشترط فيه الاستحلال، أم هي من قبيل الكبائر فلا أخرج العبد عن دائرة الإسلام إلا بالاستحلال. فالموالاة أين نضعها؟ من القسم الثاني، أحسنت. فحيث كانت في القسم الثاني فالأصل بقاؤها فيه حتى يتفق مع الظاهر الباطن، فتكون موالاة في الظاهر وموالاة في الباطن. لما اشترطنا موالاة الباطن للقول بالكفر بها؟ لأنها من جملة الذنوب. ولذلك لو شرب العبد الخمر سنين وهو في باطنه يعتقد تحريمها، ولكن حمله على شربها تحصيل رغبة أو النجاة من رهبة، فحينئذ يعتبر من أصحاب الكبائر لكن لا يكفر. لكن لو أنه اعتقد حلها لكفر ولو لم يشرب منها قط. وإذا قلت لكم يشترط للتكفير بالكبائر الاستحلال، لا أعني به الاستحلال العملي في الزمان الطويل، أقصد به الاستحلال القلبي. فالاستحلال الذي هو شرط في التكفير بالكبائر إنما هو استحلال القلب لا استحلال العمل. فلو أن إنسانا زنى 60 سنة ولكنه يعتقد في قرارة نفسه حرمة الزنا، هل يكفر؟ الجواب لا. لكن لو أنه اعتقد حل الزنا ولم يزن ولا مرة في حياته كفر. أنتم معي في هذا؟ فإذا عودا على بدء وفقك الله، هو أننا قسمنا الموالاة إلى 4 أقسام وشرحنا قسمين منها، وجعلنا الموالاة الناقضة هي موالاة الباطن والظاهر، والموالاة التي هي كبيرة ومنقصة للإيمان بقدرها هي موالاة الظاهر دون الباطن. ثم فرقت لك لما قلنا بالتكفير في الأولى ولما لم نقل بالتكفير في الثانية، استدلالا بحديث حاطب ونظرا بهذه القاعدة. مدري كلامي واضح؟ أما القسم الثالث فهي موالاة جائزة، وهي موالاة الاضطرار الإكراه، لقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فقوله إلا أن تتقوا منهم تقاه دليل على أن من أظهر للكفار موالاتهم من باب الاضطرار والإكراه لينجو منهم ومن شرهم فإن موالاته لا بأس بها. القسم الرابع أفعال يجعلها بعض الشباب والمتحمسين من الموالات، ويحكمون على من يفعلها بأنه خالف في مقتضى الموالات العقدية، وهي في حقيقتها ليست بموالاة أصلا، كافتتاح سفارات للدول الكافرة في بلاد المسلمين. هل هذا من موالاة؟ من الجواب لا، بل هذا من مقتضى مصلحة المسلمين والأقليات في تلك البلاد الإسلامية. لابد، هذا من التبادل التجاري والتبادل الاقتصادي والتبادل السياسي، ظروف المرحلة تقتضي ذلك. ولأن الإنسان صار يعيش مع غيره وليس في خلافة إسلامية كبيرة وإنما في دويلة صغيرة، وليس بالضرورة أن تتوفر كل معطياتك ومتطلبات شعبك في هذه الدولة توفرا ذاتيا، فأنت تحتاج إلى الدول الأخرى في استيراد، تحتاج إلى تصدير، تحتاج إلى اكتساب خبرات. فإذا افتتاح السفارات من مقتضيات المرحلة
الراهنة من مقتضيات الزمن، فهي تدخل تحت المصالح المرسلة التي للمسلمين أن يفعلوها إذا رأوا أنها تحقق للمسلمين المصلحة الخالصة أو الراجحة، أو تدفع عنهم المفسدة الخالصة أو الراجحة. فإذا وضعوا هذه المسألة أو هذه القضية في قضية الموالاة والمعادات هذا خطأ كبير. ومنها مثلا استقبال الوفود الكافرة في بلاد المسلمين في المطار، يأتي مثلا رئيس دولة كافرة ويستقبله ملك الدولة في المطار، هذا من كرم الضيافة يا رجل وليس من جملة الموالاة. هذه ليست من الموالاة بصدر ولا ورد. الوقوف مع بعض الدول الكافرة التي تصيبها بعض النكبات من البراكين أو الأعاصير المدمرة أو الزلازل المهلكة أو البراكين المحرقة، فتجد أننا نعينهم ببعض المال أو نقف معهم في أزمتهم، فيأتي بعض الناس ويضع أن هذا الوقوف من جملة الموالاة. وأفعال كثيرة وأشياء خطيرة جدا يجعلها بعض الشباب من جملة صفات الموالاة، ويحكمون على من يفعلها بمقتضى موالاة الباطن والظاهر ويكفرونه أو يخرجونه عن دائرة الإسلام بسبب ذلك، ولكنها إذا عرضت على أهل العلم وجدوا أنها ليست من الموالاة. فبهذه الأقسام الأربعة أظن إن شاء الله يتبين كل شيء.